انا بالنسبه لي البانوراما دي او ما بنسميهوش مهرجان لانه مختلف عن اي حدث سينمائي تاني، لانه ما فيهوش ريد كاربت، ما فيهوش مسابقات، يعني الناس بتيجي هنا تتفرج على افلام بس، تتفرج على افلام وتناقشها ففي جو كده سينمائي جدا بعيد عن الحاجات اللي بتحصل جنب المهرجان. بس على فكرة في نجوم كتير بيحبوا ييجوا البانوراما، نجوم بيحبوا الأفلام وبيحبوا ييجوا يتفرجوا على الأفلام لكنهم رايحين السينما عادي. برضه عايز أسألك، ايه الأفلام اللي بتتمسك فيها في المهرجان؟ هو في أفلام كتير، يعني لأنه في مخرجين كبار، يعني فيلم الافتتاح مثلا سورنتينو نفسي جدا أكتشفه، فيلم المودوفار The Room Next Door نفسي جدا أكتشفه، ليو كاراكس، يعني في مخرجين أسامي كبيرة الواحد نفسه يتفرج عليهم. كنت برضو عايز أسألك، إيه رأيك في مهرجان السنة دي واللي برضو في أفلام عربية مشاركة فيه؟ وفكرة إيه رأيك في مهرجان الجونة السنة دي؟ فكرة إن في أفلام عربية مشاركة فيه هو مهرجان القاهرة، وخصوصا برضو إن في دعم كبير للفلسطين سواء في الجونة أو في القاهرة. أنا سعيدة بمهرجان الجونة لأنه حاسة فعلا كان فيه مشاركة عربية عالية جدا في الأفلام الوثائقية وفي الأفلام الروائية الطويلة، وكان في نافذة على فلسطين زي ما حضرتك قلت، أفلام قصيرة مهمة جدا وجميلة جدا، فحلو يعني إنه يبقى فيه المشاركة العربية بجانب الأفلام العالمية اللي بتتعرض، وكمان حضور المخرجين انهم يكونوا موجودين. طب حضرتك ايه رايك في الانتاج السينمائي في الوقت الحالي في مصر؟ انا مبسوطه لانه حاسه انه في شغل كتير جدا ممكن يتعمل كمان، ده اكيد، ولكن في مصر دايما موجود فيها السينما الميزانيات الكبيره، النجوم الكبار اللي بيشتغلوا، بس في نفس الوقت بيبقى فيه برضو سينما أفقر ممكن الواحد يقول، بس فيه مواهب كتير جدا قادمة من الأفلام، بيعملوا أفلام قصيرة وبيعملوا أفلام طويلة برضو. مرسي جدا ليك.